النهارده هنعمل وصفه لذيذه وبسيطه كلنا بنحبها، مكرونه بالسوسيس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في حله على النار هنحط معلقتين زيت، فصين ثوم مفرومين، وهننزل بالسوسيس المقطع، مكعب مرقه، فلفل اسود، 3 معالق صلصه، معلقه ميه، كزبره مفرومه، ومكرونه سباكيتي مسلوقه، ونقلبهم ونغرفهم في طبق التقديم. وبكده انا خلصت مكرونه بالسوسيس. جربوها وهتعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.